اليوم يا جماعة الخير أنا في ضيافة الدكتور خالد الرفاعي أبو محمد، الله يصبحك بالخير والله يمسيك بالخير. أعتقد الساعة 12:30. أي صباح الخير. أنا وسهلا. شلونك يا أبو محمد؟ أنا بدر عساك طيب، كيف حالك؟ أبو زياد أنت وش رايك؟ والله ما أدري، كان عندك ولد أكبر منه علم. لا خاف. لا ما عندي إلا زياد. خاف الله يخليك. طيب أبو محمد سم، أنا بسألك عدة أسئلة. تفضل. أبي أنا أعرف، شف أنا خلال معرفتي معك في السوشيال ميديا عرفت أنك إنسان صريح، ما عندك ولا تحب المجاملة. نعم. أبيك تعطيني إياها بدون مجاملة، إنسان صريح. تفضل. وش رأيك بالوسط الفني الآن عندنا هنا؟ الآن وش رأيك؟ الحين. الآن. نزل النظارة معنا. والله شوف يا أبو زياد. أسلم. يا بدر يا ولد السلمي، تبغى الجد ولا مزح؟ ما سألتك إلا بيا الجد. الجد وسط فني جاحد 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 جاحد. بتسألني بتقول لي جاحد من أي ناحية؟ ميه؟ من ناحية أنه طال عمرك قابلتك بالشغل، لا أستاذ يا فنان يا مرض تعبت. سيفون أحد ميت. لا إله إلا الله. أحد ميت لك حتى عزا الظاهر، ما حتى عزا ما يتصل، ما يتصل يقول لك عشان ما بانا يعني أي واحد. لا فيما أنك أنت يعني أنت ما شاء الله بالنسبة لي كنت نجم نجوم من أيام الكاميرا الخفية وشيء مشهود معروف. يا بدر حنا أسسنا نعم وسوينا اللي الله قدرنا عليه، فنقول الميدان يا حميدان يا حميدان، يلا ورونا، نبغى نتفرج عنا زي الناس، نبغى نشوف أعمال والله. ثم الله أننا نفرح إذا طلع ممثل قد فريق قد يعني حلو تمدحونه. لا طيب. نتمنى مو مدح نمدح يعني، لا نبغى فنانين يطلعون يا أخي بالوسط. من تشوف الحين الممثل اللي الآن تقوله ما شاء الله مبدع؟ تبغى الجد؟ أبي الجد أكيد. أنا ما جيت مرة أبي الجد. إيه؟ خالد الرفاعي. منو خليفة خالد الرفاعي؟ خالد الرفاعي بعد. لا والله جد يا بدر ما في أحد خليفة أحد. صح. كل واحد له وضعه وله كاركتره وله تمثيله وله جمهوره. إيه. يعني لا تجي تقول هذا خليفة فلان ولا هذا، زي المطربين أول يقول لك هذا خليفة محمد عبده، هذا خليفة طلال مداح، هذه خليفة أم كلثوم، هذه خليفة نجاة الصغير. كل فنان له وضعه. من مات الله يرحمه ويغفر له. من مات الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. والموجودين الله يطول في عمره. طيب أبو محمد. أبو محمد. وقفنا عند أبو محمد. حلوة. يلا. وش رأيك بالفنان فيصل عيسى؟ والله نعم. بدون ما عيسى. عليك. وش خليت؟ من الطيب والوداف. طيب أقدر أقول إنه هو خليفة الدكتور خالد الرفاعي؟ لا هو خليفة نفسه. كذا ايه فيصل العيسى خليفة النفس. اتحداك إيه. طيب ابو محمد انا في الوسط الفني سم، واحد يقول كلموني ايه وعلني انهم هم حاطيني في دور ايه، يقولوا جيت انا من القصيم، هم كلمني من عظمة لسان ايه يقول جيت من القصيم للرياض هنا لا يكون الهرش. لا والله لا 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 ما هو الهرش. لا والله ايه تفضل. لا واحد ان ويقول يوم جيت هنا انصدمت انهم جايبين فنان وحاطينه مكاني وقالوا لي والله معليش نعتذر منك، المشكله انهم قالوا لي تعالوا جايبينه من القصيم، يعني ترى الطريق ما له حد ما له حد. طيب. اول شيء ثاني شيء المفروض انه نادوك لوك بالرياض او مثلا التصوير بالقصيم وانا بالقصيم ونادوني، المفروض خلاص ملتزمين معي ما يعطون الدور غيري. هذا أول ثاني يعني. طيب. من آداب الفن، من آداب الفن، لكن سبحان الله فيه يمكن منتجين أو مخرج أو كذا يرى شيء آخر، المفروض أنه إذا يمكن قصدهم هذا اللي جابوا قال ايه. الرجال أرخص شوي. طيب من أول جبه جابوا واحد حطوه أرخص من أرخص من ذاك، قال لهم ذاك بمبلغ كذا، فسألوا الثاني قال لا أنا بشتغل بكذا، قالوا ذا. طيب ليش تحنوني وتجيبوني ذا؟ طيب الآن يعني هنا أنا وين أتجه؟ علشان
اضمن حقي وين اتجه؟ والله ما في شيء يعني. كلمني الان شركة انتاج الدكتور خالد الرفاعي عنده شركة انتاج تكلمني قال مثلا دام ما وقعنا عقد يا ابو زياد انسى الفيلم ما يحتاج ما اتكلم. الو يا بدر تعال والله عندنا طيب عمل. جيتك مع السلامة. هو انت بطلنا ما احنا مصورين اليوم بعد اسبوع تعال بعد اسبوع ما كلمتك انت الموضوع احسن في ظلم كذا يعني. ما عاد والله قلت لك دام ما وقعت عقد ما في شيء لكن لو وقعت عقد لا يلزم المنتج انه يعوضك او يشغلك غصبا عنه مو برضى منه. الله ما ادري اي هذا الله يعطيك العافيه والله يا محمد. غير الطلع. غير البس النظاره يعني عشان يعني اني البس نظاره مثلك. لا بالعكس والله يا محمد جميل. يلا غير عندك انت برضو انت طيب بسناباتك اللي انا اشوفها يعني محتواك كويس. ابو محمد طيب انت ايش تقول قبل شوي تقول السنابات والمحتوى؟ اقول سناباتك بالله وش رايك بالمحتوى؟ والله محتواك بدون مجامله والله ما امدحك ترى اعرفك ما تجامله تراني والله ماني بجامله والله انه احيان انت تجيب اشياء هي موجوده بالتواصل الاجتماعي موجوده بس انت تبسطها وتوصلها لي مبسطه شيء طيب يعني. شوف اذا جملتني ترى كذا يا اخوي لا تغشني تطيرني يا طرمبه ترى لا ولعت انا. طيب ابو محمد وش صار على النكت؟ وش جديدك بالنكت؟ يا اخي قبل كانت نكتك حلوه ونسمعها بالسيديات وين في شيء جديد؟ يا ابو زياد في محلات يا اخوي وخر يقولون طيب الناس دايم لا لا صورت مع احد تلصق خلنا نسوي تباعد. طيب ابشر يا الله. النكت سويت حوالي 6 سيديات كلها نكت يعني السيدي الواحد اقل شيء فيه 300 نكته يا رجل يا ستار اي خلاص يعني زي الكاميرا الخفيه زي الكاميرا سويت لك كاميرا خفيه حوالي 7 اجزاء مو معقول فرفشه اوف سايد بدون زعل وش بعد والله اشياء كثيره رايح الان عن بالي اخر شيء اوف سايد. 1400 وكم ابو محمد دخل التمثيل؟ 1984 1984 يعني حدود 40 سنه. اول بدايه كانت بالصحافه؟ اي اول ما بديت كنت صحافي والله ما لي دخل بالتمثيل واول مسرحيه وترى عدتها مليون مره اول مسرحيه شاركت فيها كانت قدر الشراكه بطوله علي ابراهيم ومحمد الكنهل واحمد الهذيل وعبد العزيز المبدل وترى اول واحد اقابله بالمسرح كان عبد العزيز المبدل واحمد الهذيل الله كممثلين بعدها بمدة يعني ما بطويلة شاركت في مسرحية تحت الكراسي قديم. قدر الشراكة ترى أقدم تأليف وإخراج الله يرحمه عبد الرحمن المقرن الله يرحمه وعندك طال عمرك تحت الكراسي إخراج سمعان العاني وتأليف المهندس الله. إيش كذا عام كم ذي؟ تنسى نسيح قديم لا لا وين يمكن 84 86 1986 نتكلم عن 38 نتكلم عن 35 سنة قريب 40 سنة أول ظهور لي بالتلفزيون كممثل طيب كان في أبوريت سندباد الحارة من بطولة بكر الشدي الله يرحمه سام فأنا قلت لك من بطولة بكر الشدي الله يرحمه وتأليف طالب السعدون وأيضا شارك في البطولة علي المدفع الله يشفيه الله يشفيه إن شاء الله أبو طارق يطول في عمره كنت سواق أبو طارق طيب أبو محمد سم. ليش دائما نشوفك أنت في جميع مسلسلاتك اللي تطلع فيها كمستخدم أجنبي ليش؟ والله يا أخي شف أنا سألت ذا السؤال ورديت يا سواق يا عامل عامل يا ليش ان شاء الله حتى بورشه هذا ورشة. احيان المخرج يبغى الممثل اللي يوصل الدور او الفكره حلو في شوف انه خالد الرفاعي يقدر يوصل الفكره او الناس
حابين خالد الرفاعي في هذا الكاركتر. لكن أنا لعبت أدوار كثيرة يعني، من ضمنها دور العربجي، من دورها من دور المدير، دور الموظف، دور الفراش، دور مسلسلات بدوية كثير صورنا داخل وخارج المملكة. حلو جميل. في مسلسل الوهم شفتك فيه كمستخدم أجنبي نفس المسلسل. طيب هذا الدور ما كنت والله أبغاه، وكنت رافض أني أمثل هالدور أصلا. كويس. لكن بإصرار من الأخ والزميل أبو محمد سعد خضر، وبإصرار من أبو تركي خالد المسيند، شاركت بهذا العمل. الله. ما كنت حاب الدور، وشوف سبحان الله الوهم علق مع الناس كلها. سبحان الله. كان دور جدا جميل، يعني الناس شافوه حلو، أنا ما كنت والله أبغاه، بس سبحان الله زروا علي إلا سويته وصار فيه سبحان الله قبول. حلو. تحصل لك مواقف أبو محمد طريفة يوم تطلع وتروح تجي يجونك الأطفال مثل في منهم يشوفونك بالمستخدم الأجنبي يعني يتريقون؟ والله لا والله حابين الدور، خاصة بعد شباب البوم. يا سلام عليك، بعد شباب البوم صار فيه تآلف بيني وبين الأطفال، وهذا اللي الله يعطيك العافية أبو محمد حبيبي. كانت سهرة جدا جميلة معك، شرفتني أنت والشاب الوسيم هذا، وش اسمه ولدك تعرفه؟ اي بس انا ابغاك تقول اسمه. طيب نقول السبت ان شاء الله راح تشوفنا زياد. ونعم السبت ان شاء الله، وتقول انه ممثل قادم. ايه ادعمه والله يستاهل ويدعم نفسه. كاركتر شكل الولد احسن من جعله يطلع. طيب عشان ما نطلع من الموضوع اقول خلني عادي، انت خايف اني اقول احسن منك؟ لا والله انا اقول اجعل ولدي يطلع احسن مني. آمين إن شاء الله.